كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة مسؤولة عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الأسرة، مشيرا إلى وجوب أن يكون هناك حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد. موضوع الأحوال الشخصية كده، احنا قلنا شوية ملامح للقانون، والنخبة اللي اشتغلت فيه من يعني مطمئنين ان هم خدوا كل وجهات النظر وتم طرحها، لان الناس دي كانت بتشوف الكلام ده وهي قاعده على منصه القضاء على مدى 30 سنه واكتر، فشافت مشاكل كتير. فالملامح الرئيسيه اللي هي اتقالت لكم كده، لكن ده مش معناه وسيد وزير العدل موجود، مش كده يعني. انتوا عاملين حسابكم ان انتوا تعملوا حوار مجتمعي،